شهدت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة افتتاح مدارس الإمارات الوطنية معرضها الفني السنوي الثالثة تحت شعار زايد رحلة عطاء، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم وأمل الكوس الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وحصن الخاجة مديرة منطقة الشارقة التعليمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الإمارات الوطنية. ويضم المعرض أكثر من 300 لوحة وعمل فني إبداعي لطلبة مدارس الإمارات الوطنية من مختلف المراحل الصفية تم تنفيذها على مدار العام الدراسي بتقنيات وألوان مختلفة. تمحورت أعمال هذا العام حول القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.